بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة الفقه. اتكلمنا قبل كده عن بعض أحكام الصلاة وأهمية الصلاة وفضل الصلاة، وتعرضنا للحديث عن أركان الصلاة، وقلنا إن الأركان هي الأسس والأصول التي تبنى عليها العبادة، ولازم الأركان دي تتعمل عشان العبادة تكون صحيحة. ولو حصل خلل إن الأركان دي ما تعملتش، أو في ركن ما تعملش، أو ركن تعمل غلط، يبقى بالتالي العبادة غلط ولازم نعيدها. وقلنا إن أركان الصلاة حصل فيها خلاف كده في بعضها بين الفقهاء، لكن قلنا عموما هي أركان الصلاة هي النية وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والقيام والجلوس للتشهد الأخير والسلام. ومش معنى كده إن احنا نعمل الحاجات دي بس، لأ، دي الأركان الأساسية اللي لازم تتعمل، وبرضو نعمل السنن والمستحبات والمندوبات وكل شيء في الصلاة، لأن الصلاة يا جماعة ليها ثواب كبير. لو أنا عملت الأركان خدت بعض الثواب، عملت الأركان والسنن خدت بعض الثواب وزيادة، أنا عايز أخد بقى الثواب الكامل، يعني أنا عايز أجيب مثلا 100 من 100، يبقى لازم أعمل الأركان والسنن والمستحبات وكل شيء. لكن هو بس الفرق في بين هذه الأمور عشان بس نفرق في الأحكام، إن أنا بعرف يعني إيه فرض، أو يعني ركن، ويعني سنة، ويعني يعني مباح، عشان بس أعرف أفرق في العبادة بتاعتي. إن أنا لو نسيت الركن أعمل إيه؟ طب لو نسيت السنة أعمل إيه؟ فأنا عارف إن ترك الفرض أو الركن يبطل الصلاة، لكن ترك السنة لا يبطل الصلاة، وهكذا. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة مختلف في حكمها، هل هي سنة مؤكدة ولا فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، ولا فرض عين على كل إنسان لازم كل واحد فينا يصلي في جماعة؟ فهذا خلاف بين الفقهاء، واحد قال سنة مؤكدة، واحد قال واجب، واحد قال فرض كفاية، واحد قال فرض عين. واختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة بناء على الأدلة الواردة فيها. مثلا من ضمن الأدلة إن أحد الناس كان كفيف البصر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يتخلف عن الجماعة، يعني يا رسول الله أنا رجل كفيف وما عنديش مقدرة أروح المسجد وعايز أصلي في البيت، فأذن لي أن أصلي في البيت. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال له صلي في البيت. ثم يعني نادى النبي على الرجل وقال يا هذا أتسمع النداء؟ أنت بتسمع الأذان؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا أجد لك رخصة، يعني كده لازم تصلي في الجامع. لكن في حديث تاني بيقول إن سيدنا عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يؤم الناس وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. قال له يا رسول الله أنا رجل ضرير البصر، وأحيانا ما بقدرش أروح المسجد عشان في مطر، في مية، في ظلام، وأنا مش محدش بيقودني إلى المسجد إلى آخر ذلك، فتعالى يا رسول الله صلي في بيتي في مكان أتخذه مصلى. هنا سيدنا عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه يلتمس البركة من النبي صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا النبي يصلي عنده البيت فيخلي المكان ده مخصص للصلاة، عشان ده مكان كله بركة ونور لأن سيدنا النبي صلى فيه. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أين تحب أن أصلي؟ قال فأشار إلى مكان البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوفوا هنا يا جماعة عظمة النبي وأدب النبي العالي، إن هو استأذن الرجل في تحديد الموضع، يعني الرجل دخل بيت الرجل ما قالوش أنا هصلي لك هنا، لكن هو خيره أنت حابب وعايز أصلي فين، إيه المكان اللي أنت عايز تتخذه مصلى في بيتك، فأشار الرجل إلى موضع فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ده حديث ودليل على إن صلاة الجماعة يعني ليست فرضا. عموما كثير من الفقهاء على أنها سنة مؤكدة يثاب الإنسان عليها،
ويلام على تركها، لأن ترك السنة فيها ملامة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى والأفضل بالإنسان المسلم أن يحرص على الصلاة في جماعة قدر الإمكان طالما ليس عنده عذر. أما لو كان عنده عذر فده أمر تاني، لكن طول ما أنت ما عندكش عذر صلي في جماعة. أو الكلام هنا للرجال، صلاة الجماعة سنة مؤكدة للرجال. أما النساء فربنا سبحانه وتعالى خفف عنهم، وسيدنا النبي خفف عنهم ولم يوجب عليهم صلاة الجماعة. يعني الست مش لازم تصلي في جماعة، لو صلت في بيتها ده بيكون أحسن. فلو صلت المرأة في بيتها منفردة تاخد ثوابها كامل، ملهاش علاقة بالرجل خالص. طب عايزة تصلي في جماعة وعايزة تصلي في المسجد برضو ما فيش مشكلة، بس تخرج يعني بالشروط والآداب الخاصة بيها، ألا تثير فتنة، ألا تحدث مشكلة، تصلي وترجع لبيتها، ما فيش أي مشكلة خالص. يعني سيدنا النبي في الحديث قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وفي رواية تانية: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هنا ما تمنعش الست ان هي تروح تصلي في المسجد لو عايزه تصلي في جماعه، لكن بنقول لها صلاتك في بيتك احسن. وطب لو صلت في بيتها تاخد ثواب؟ يعني هتاخد ثواب كبير طبعا. اما ثواب الجماعه والكلام ده خاص بالرجال، عشان الرجال هو المفروض ان هم يصلوا في جماعه، لكن هي لو صلت في بيتها اخذت ثوابها كاملا. طب عايزه تصلي في المسجد برضه ما فيش اي مشكله. وقلنا في حديث سابق أن صلاة الجماعة أو الصلاة في جماعة لها ثواب عظيم جدا جدا. من ضمن هذا الثواب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني الإنسان اللي بيحافظ على الصلاة في جماعة وبيصلي 40 يوم لله في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يعني بيلحق التكبيرة الأولى مع الإمام، ربنا سبحانه وتعالى بيكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فبقدر الإمكان نحافظ على صلاة الجماعة. وفي حديث آخر سيدنا النبي يقول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، أفضل من صلاتك منفردة 27 درجة. وطبعا الصلاة في جماعة أو الجماعة في المسجد أفضل من الجماعة في غير المسجد. يعني احنا دلوقتي هنا هنصلي جماعة كده أحسن من نصلي منفردين 27 درجة. طب هنصلي جماعة في مسجد، يبقى خدنا ثواب الجماعة وخدنا ثواب الصلاة في المسجد. وفي الحديث الشريف سيدنا النبي أعطى ثواب يعني كبيرا لمن مشى بخطواته للصلاة في جماعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. شوفوا برضو سيدنا النبي، احنا قلنا قبل كده في محاضرة فائتة عن الوضوء، ان سيدنا النبي لما يجي يتكلم عن الوضوء بيتكلم عن إتمام الوضوء وإحسان الوضوء، مش مجرد وضوء وخلاص. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يخرجه إلا الصلاة. أنت توضيت في بيتك وأتميت الوضوء وأحسنت الوضوء وخرجت من بيتك للمسجد، ما فيش حاجة خرجتك من بيتك إلا الصلاة في المسجد وقصد الصلاة في جماعة في مسجد. ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يخرجه إلا الصلاة ولا يريد إلا الصلاة. قال: فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. يا ثواب كبير جدا يا جماعة للناس اللي بيروحوا يصلوا في المساجد، لا تخطو خطوة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، أزال الله عنك بها خطيئة، حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. طول ما انت قاعد في المسجد ما فيش حاجة حبساك وخلاك تجلس في المسجد إلى الصلاة، كأنك في صلاة طيلة هذه الساعة. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. وطول ما أنت قاعد بتصلي وقعدت في المسجد بعد ما صليت أو قبل ما تصلي وكذا، المكان اللي أنت فيه الملائكة بتصلي عليك وبتدعي لك، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. طالما أنك أنت ما أذيتش حد، ما حدثتش، محافظ على وضوءك،
جالس في خشوع وانكسار لله سبحانه وتعالى، تظل الملائكة تدعو لك ما دمت في مجلسك. كذلك من بركات الصلاة في جماعة أنها نور لصاحبها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم، الناس اللي بيقوموا يصلوا الفجر والدنيا ظلمة، أو بيروحوا يصلوا العشاء والدنيا ظلمة، ومع ذلك بيصروا على الذهاب والمشي للصلاة في جماعة المسجد، فالله سبحانه وتعالى يبشرهم بالنور التام يوم القيامة. أفضل الصلوات في جماعة هي صلاة الفجر وصلاة العشاء، يعني يريد بقدر الإمكان نحرص على هاتين الصلاتين في جماعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الثواب والخير والبركة، النداء اللي هو يعني الأذان، والصف الأول إنك أنت تصلي في الصف الأول في جماعة، لو تعرف الخير اللي موجود في الحاجتين دول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أن يقترعوا لاستهموا. لو تعرفوا الخير اللي في الحاجتين دول وما فيش قدامكم طريقة إلا أنكم أنتوا تجروا القرعة فيما بينكم على اللي أذن أو على اللي يصلي في الصف الأول، لعملتوا القرعة دي لما فيهما من ثواب عظيم لا يعلمه إلا الله. ولو يعلمون ما في التهجير، يعني أي التبكير إلى الصلوات، لاستبقوا إليه. لو تعرفوا الخير اللي بيبقى أنك أنت اللي بيبقى في التبكير إلى الصلاة في جماعة، أنك أنت تروح بدري أول واحد للمسجد، لعملت سباق بينكم مين اللي يروح الأول. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الله، ولو يعلمون ما في العتمة اللي هي صلاة العشاء وصلاة الصبح من الخير والبركة والنور والثواب العظيم لأتوهما ولو حبوا. حتى لو كنت هتحبي، حتى لو كنت تعبان ومش قادر تمشي، هتروح تحبو على ركبتيك إلى المسجد في صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام نصف الليل. طيب، أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة، أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة 2، الإمام ومأموم. وفي الحديث الشريف سيدنا النبي بيقول: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى هنا أقل الجماعة 2، الإمام ومعه واحد تاني. بس طبعا كلما يعني كثر العدد كلما كان أفضل، نصلي 3، 4، 5، 10، 20. في الحديث الشريف سيدنا النبي يقول: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. صلاتك مع واحد تاني أفضل وأحسن من أنك أنت تصلي وحدك، وصلاته مع الرجلين يبقى كده هيبقى 3 أزكى من صلاته مع الرجل. يعني تصلي مع واحد أفضل من أنك أنت تصلي لوحدك، وتصلي مع 2 أفضل من أنك أنت تصلي مع واحد. وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى، وكلما كثرت الجماعة كلما كان أفضل. عشان كده الصلاة في المسجد اللي فيه جماعة كتير وفي ناس كتيرة أفضل من الصلاة في مسجد اللي فيه جماعة قليلة. وكذلك الذهاب إلى المسجد الأبعد منك أفضل وأحسن من الذهاب إلى المسجد الأقرب منك، طبعا على قدر إمكانياتك وطاقتك براحتك. ليه؟ لكثرة الحسنات اللي هتاخدها. كل ما تمشي مسافة أبعد للمسجد كل ما بتاخد ثواب أعظم. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى، اللي بيمشي مسافة بعيدة لحد ما يروح للمسجد. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. الشخص اللي بينتظر لحد ما يصلي مع الإمام يعني أعظم من أن هو يصلي لوحده وينام. لو إنسان مثلا جاي تعبان شوية من الشغل والعصر أذن أو الظهر أذن فعايز ينام، فيجي يصلي لوحده وينام. الأعظم والأحسن منه أنه هو ينتظر لحد ما يصلي مع الإمام وبعد كده ينام براحته. هناك آداب للذهاب للمسجد يا جماعة. إذا ذهب الإنسان إلى المسجد عليه بالسكينة والوقار والخشوع والانكسار لله سبحانه وتعالى والتأني في الحركة، ويكره للإنسان أن هو يمشي بسرعة لأن ده يتنافى مع السكينة والوقار. المفروض أنك أنت تأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، فكونك تمشي بالراحة أو تمشي بسرعة وبتجري ده يتنافى مع الوقار والسكينة.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة بيصلي فسمع جلبة رجال وبيصلي كده، سمع الناس داخلة المسجد وبتخبط في الأرض بصوت عالي، في جلبة حصل في دوشة، في صوت عالي، في واحد بيتكلم ومستعجل عايز يدخل الصلاة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شأنكم؟ مين اللي كان عامل دوشة ومين كان عامل صوت عالي وإليه الجلبة دي وإحنا بنصلي؟ فقالوا: يا رسول الله، استعجلنا إلى الصلاة، إحنا دخلنا المسجد بسرعة عشان نلحقك في صلاة الجماعة. تمام، زي ما بنشوف ناس أحيانا كده والإمام راكع وداخل المسجد يطلع يجري ويخبط في الجامع برجليه عشان يلحق الإمام قبل ما يرفع من الركعة. قالوا: يا رسول الله، استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، ما تعملوش كده تاني. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما تعملوش الحركة دي تاني، وبعد كده لما تيجوا للصلاة في جماعة في المسجد تأتون إليها وأنتم في سكينة ووقار. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، يعني اللي هتدركه من الصلاة صلي. طب اللي يفوتك ركعة اتنين مش مشكلة يا سيدي، هتعيدها تاني وتتمها تاني. وطبعا احنا عندنا اللي يدرك الإمام في الركوع خلاص كده أدرك الركعة، خلاص أنا دخلت المسجد ولقيت الإمام راكع فركعت مع الإمام، ما لحقتوش وهو واقف، لحقت وهو راكع فركعت معاه ورفعت معاه، يبقى كده أنا أدركت الإيه؟ أدركت الركعة. وكذلك يجب على المأموم والمقتدي أن يأتم بإمامه وأن يقتدي بإمامه ويتابع إمامه ولا يسبقه بشيء. يعني أنت ما تعملش حاجة إلا لما الإمام يعملها، ما تنزلش في الركوع إلا لما الإمام يركع، ما تنزلش في السجود إلا لما الإمام يسجد، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام هو القائد، فإحنا بنعمل الحاجة بعد هو ما بيعملها، مش بعملها معاه أو بعملها بعديه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. يبقى أنت كل حاجة أنت مرتبط بها بالإمام، ما بتعملش أي حركة قبل الإمام. بعد ما خلصنا كده صلاة الجماعة والثواب العظيم لصلاة الجماعة، وإن احنا زي ما قلنا بقدر الإمكان نحافظ على الصلاة في جماعة في المسجد مع الناس الكتيرة في الجامع الكبير، وكلما كان المسجد أبعد عني كلما كان أفضل، عشان ما فيش أي خطوة بخطوها إلا وربنا بيرفع لي بيها درجة وبيحط عني بيها خطيئة. طيب، هل في أعذار بقى بتسقط صلاة الجماعة عن الإنسان؟ يعني متى يعني يعذر الإنسان في ترك الجماعة؟ احنا قلنا بقدر الإمكان صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الرجال، الستات ما لهمش علاقة، وده من باب التخفيف عليهم، صلاة الجماعة مش واجبة عليهم. لكن بالنسبة للرجال المفترض ان كل واحد فينا يصلي في جماعة، لكن هناك أعذار تبيح للإنسان يعني عدم الحضور في جماعة. والإنسان إن شاء الله اللي هو قلبه معلق بالمساجد وبيصلي الصلاة في المساجد وبيحرص على الصلاة في جماعة في مسجد، إذا حصل عنده عذر من الأعذار التي تمنعه من الذهاب إلى المسجد، فإن شاء الله ثوابه يعني محفوظ وثوابه يعني كامل إن شاء الله. زي ما قلنا قبل كده للحديث الشريف: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني الإنسان اللي محافظ على عبادات معينة وعلى أمور معينة، وبعد كده يعني حدث له مرض معين أو سفر منعه من إتمام هذه العبادات، فبياخد ثوابه كامل مكمل، لأن ربنا يا جماعة كريم، وربنا يحاسب العباد على نياتهم وعلى قصودهم. فإنت نيتك أنك أنت بتحافظ على الصلاة في جماعة، فجأة حصلت لك مشكلة أقعدتك عن الصلاة في جماعة وكان نفسك تصلي في جماعة، فإن شاء الله لا تحرم من الثواب. فمن الأعذار التي تسقط الجماعة عن الإنسان المرض. إنسان مريض ما يعني ما عندوش المقدرة على الذهاب للصلاة في المسجد، والدكتور منعه من الخروج، خلاص يصلي في البيت وثوابه إن شاء الله مكفول له بإذن الله. أو إنسان عنده يعني عذر مرضي زي سلس البول، لو راح للمسجد في ممكن بول ينزل منه فينجس المسجد ويؤذي الناس، لا يبقى ده خلاص ما يصليش في المسجد، يصلي في البيت، يقولش لا انا عايز اصلي وانا عندي المقدره على ان انا اركع واسجد واصلي لوحدي ما فيش اي مشكله، لكن هو عنده مشكله صحيه والمشكله الصحيه دي ممكن تؤذي غيره
وتؤدي إلى تنجيس المسجد، يبقى لا، ما ينفعش يصلي في البيت. يبقى المرض يعني من الأعذار التي تبيح للإنسان أن يجلس في البيت. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، فثوابه إن شاء الله مكفول بإذن الله. بعد كده من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة البرد الشديد والمطر الشديد. يعني في برد شديد قوي مش قادر أروح أصلي في المسجد، بس كل ده مرتبط بإيه؟ إن أنا كنت فعلا محافظ على الصلاة في المسجد وقلبي معلق بالمسجد، لكن النهاردة ما قدرتش أروح للبرد الشديد، في عذر منعني، لك الثواب إن شاء الله. يبقى البرد الشديد أو المطر الشديد، في مطر شديد جدا جدا، فأنا ممكن لو خرجت ورحت صليت في المسجد ممكن إن أنا يحصل لي مشكلة، إن أنا ممكن أتزحلق أقع على الأرض كذا، مش هعرف أوصل للمسجد، يبقى لا، مش لازم أصلي في المسجد. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أن يؤذن ثم يقول ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لما تكون في ليلة كده باردة أو ليلة شديدة البرودة وشديدة المطر، فسيدنا النبي يأمر الشخص اللي هيأذن أنه بعد ما يأذن يقول ألا صلوا في الرحال، يعني كل واحد يصلي في مكانه. وطبعا يقاس على البرد الشديد أو على المطر الشديد الحر الشديد، لو عندنا حر شديد جدا جدا في الصيف وممنوع خروج حد من البيت إن الشمس حامية جدا أو عالية جدا، يبقى خلاص نصلي في البيت. كذلك من الأعذار المبيحة لو في ريح شديدة، أيضا في ريح شديدة جدا جدا ممنوع حد يخرج من البيت، أو في ظلام شديد جدا جدا في النهار، حصلت كده يعني حصل كسوف للشمس ولا حاجة، ففي ظلام دامس في النهار، فالخروج من البيت ده ممكن يؤثر على صحة الإنسان، كذلك ما يخرجش. كذلك الخوف من المرض كالخوف من العدوى، زي ما عندنا مشكلة كورونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. مشكلة أن المكان ده فيه عدوى، وأنا لو رحت المسجد ممكن يحصل لي عدوى، وأنا خايف أن أنا لو رحت، وأنا قلبي معلق بالمساجد ونفسي أصلي في المسجد، لكن أنا خايف أن أنا لو رحت ممكن ألقط عدوى من حد، يبقى في الحالة دي يباح لي الجلوس والصلاة في البيت، ما فيش أي مشكلة. قالوا كذلك يا جماعة حتى من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة الحضور طعام يتشوق ويتشوف إليه الإنسان. إن الصلاة في جماعة خلاص هتقام الصلاة في جماعة وهيصلوا، لكن حضر طعام دلوقتي أنت كنت مستنيه، أكلة حلوة كنت مستنيها من بدري ونفسك فيها، فجت لك دلوقتي وأنت جعان، فتسيب الأكل وتروح تصلي في جماعة. بعض الفقهاء قال لا، صلي في البيت وكل، لأنك أنت لو رحت صليت في جماعة نفسك هتظل وهتفضل مشغولة بالأكل وعايز تخلص بسرعة وعايز ترجع بسرعة، يبقى أنت كده هنا لا تستحضر عظمة ربنا ولا هتستحضر الخشوع، وكل شغلك وكل تفكيرك هيبقى في الأكل. لا يا عم، ما تروحش وصلي في بيتك وكل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. يعني أنت في طعام بتاكله كويس أو نفسك فيه وبدأت تاكل ولقيتهم بيقوموا الصلاة في المسجد، فالنبي بيقول لك ايه؟ بيقول لك شوف بقى رحمة النبي وعظمة النبي حتى في هذا الأمر. في عبادة بتقام، لا خلاص يعني خليك في مصلحتك دلوقتي. قال فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، ما تاكلش بسرعة عشان تلحق الصلاة، لأنك انت مش هتعرف تركز، هتركز في الأكل وفي نفس الوقت هتقوم جعان وهتروح الصلاة برضو مش مركز في الصلاة عشان نفسك ترجع تاني تاكل، يبقى انت لا تلطي ده ولا ده. فلا، إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. كذلك من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة الطين الشديد في الشوارع، إن كان في مطر امبارح شديدة فمغرقة الدنيا والأرض كلها طين، فلو أنا خرجت من البيت في الوقت ده للصلاة في المسجد ممكن أتأذى، ممكن رجلي تحصل فيها مشكلة، ففي الحالة دي يجوز للإنسان أن يصلي منفردا. كذلك أي شيء يمنع الإنسان من الذهاب إلى المسجد فهذا عذر يسقط الصلاة عنه في المسجد. إن في حريق شديد جدا، في انتشار وباء، في حيوان مثلا مفترس في الشارع، فأنا لو أنا خرجت ورحت المسجد وهم لسه الناس ما مسكتش الحيوان ده فممكن يتهجم علي، في عدو متربص بي لو أنا خرجت وصليت في المسجد ممكن يتربص بي يؤذيني، أي شيء يعني يمنعك من الذهاب للمسجد فهو عذر مقبول إن شاء الله وثوابك مكفول.
كذلك قالوا يعني بعض الفقهاء قالوا الخوف على المال، انك انت خايف على مالك، انك انت مثلا لو سبت المال بتاعك ده او سبت الحاجة الخاصة بك هنا ودخلت تصلي في المسجد ممكن حد يجي يسرقها، اي مال بقى خاص بك، تمام؟ في الحالة دي ده عذر يسقط الصلاة عنك. ما عدا ذلك يا جماعة يبقى نحافظ على الصلاة في جماعة بقدر الإمكان لثوابها العظيم عند الله سبحانه وتعالى. صلاة الجماعة بتفضل وتزيد على ثواب الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة ممكن نصلي جماعة مع بعضنا في البيت ما فيش مشكلة، خدنا الثواب إن شاء الله اللي هو ثواب الجماعة، لكن صلاتك في المسجد ثوابك بيعظم. الصلاة في الجماعة يعني أنا أصلي جماعة، فإحنا هنا في الشغل بنصلي جماعة يبقى كده خدنا ثواب الجماعة، بنصلي في البيت خدنا ثواب الجماعة. صلاة الجماعة في المسجد لها ثواب آخر بقى، إن أنا كده باخد صلاة الجماعة اللي هي 27 درجة وباخد ثواب الصلاة في المسجد. وكلما كان المسجد بعيدا كلما كان أفضل. الحديث النبوي الشريف اللي احنا قلناه إنك أنت ما بتمشيش إذا توضيت فأحسنت الوضوء وخرجت من بيتك طاهر وقاصد الصلاة في المسجد وما فيش حاجة خرجتك إلا الذهاب للمسجد، فكل خطوة حضرتك بتخطوها ربنا بيرفعك بها درجة وبيحط عنك خطيئة. وكذلك هتدخل المسجد إن شاء الله أنت في صلاة طالما ما بتأذيش حد وطالما محافظ على وضوءك، فالفترة اللي هتقعدها في المسجد كأنك في صلاة، وهتفضل الملائكة تدعي لك وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وتفضل الملائكة تدعي لك لحد ما تخلص الصلاة بتاعتك وتخرج من المسجد. في النهاية صلاة الجماعة مطلوبة يا جماعة بقدر الإمكان نحافظ عليها. الستات مش واجب عليهم صلاة الجماعة، ربنا خفف عنهم وهذا من باب التخفيف في الأحكام عن المرأة، لكن لو عايز تصلي في المسجد ما فيش أي مشكلة، لكن الرجل بقدر الإمكان يحرص على الصلاة في جماعة قدر الإمكان طالما ظروفه تسمح وطالما ما عندوش عذر يمنعه من الذهاب للصلاة في جماعة والذهاب إلى الصلاة في المسجد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.